اليوم جينا بغينا نهضروا لكم على الاضرار ديال الشعر من بعد الصيف. يعني كي كنعرفوا ديما من بعد الصيف كيبقى الشعر مكرفس، البشره حتى هي كتكرفس مع الجو اللي كيكون ناشف ديال الشمس بيان سور. وقد ما كنتعرضوا لاشعه الشمس بزاف قد ما حنايا كنواجهوا هاد المشاكل هادو. اذا فكنقول للناس سورتو البنات اللي كيتعرضوا لاشعه الشمس بزاف سورتو فاش يمشيو للبحر ولا البيسين ولا، اذا خاصهم من بعد الصيف مباشره خاصهم يبداو يحاولوا يعتنيوا بالشعر ديالهم والبشره ديالهم بيان سور. لا بلي سوان ناتوريل ولا حتى بلي سوان اللي تيكونوا شيميك ديال لي برودوي شيميك كيف تنعرفوا. المهم خاص البنت تعتني بالبشره ديالها الشعر ديالها. فالمشاكل ديال الشعر الجاف ديما كتكون اكثر على المشاكل ديال الشعر اللي كيكون دهني. الوغ اللي كيكون عنده شعر جاف و سيرتو الشوفو بوكلي ديما كيكون عندهم مشاكل. الوغ كيبدا يتقطع، كيبدا تهرس الزغبه، كتبدا كتكون عندها ان كولور كتولي مفتحه بزاف، كتكون عندها لي بوكل مقاده ما كيبقاوش. عوامل هذا الشيء كيكونوا كوز دو الشمس اللي كتكون مجهده. كيف سنعرفوا بان الشعر الجاف ديما كيكون متعرض للضرر اكثر من لي شوفو اللي كيكونوا غرا. لي شوفو غرا كيكون عندهم لا راسين غرا الوغ لا كوير شوفو لي غرا، العكس ديال لي شوفو اللي تيكون سيك. الوغ لي شوفو سيك كيكون من لا لونغ من لا راسين على لونغور على لي بوينت كله تيكون مكرفس. الوغ كنحاولوا باش نعطيو لي سوا اللي كيكونوا فور لي على لي شوفو غرا. الوغ كنلقاو شي وحده كتقول لي انا درت لشعري هذا، يعني ماشي كاع الشعر يقدر يواتم هذاك الصوان اللي دار. اللي عندها لي شوفو ميدمين اللي عندها هذا المشكل ديال الشعر الميدم، الوغ ممكن انها تستعمل اللي عندها بحال اللي عندها شعر ناشف، ولكن غير الطريقه ديال كيفاش نحطوا له صوان هي اللي كتختلف. الوغ بالنسبه اللي عندها شعرها ميدم كتحاول تبعد من لاغاسين واحد 4 ديال السنتيمتر ولا 5 ديال السنتيم، باش كمسا كتفادى باش ملي كتغسل لو سوا ما كتلقاش هذاك المشكل ديال درت لو سوا وخرج ليا شعري ملبد، ولا درت لو سوا ومن بعد من الغسيل داز الغد لي تيدم ليا. يعني باش ما تساعدش لاغاسين باش ما تيدموش ليها، فخاصها تحاول تحترم الطريقه كيفاش كتستعمل لو سوا. الوغ وكاين عندنا واحد النوع ديال الشعر هو اللي كنسموه شعر نورمال، شوفو نورمال. هادو كيكون ما عندهمش الحمد لله لي شوفو غرا وما كيكونش سيك. الوغ غير كيخصنا نعتنيو به مره باش كومسا ما نطيحوش في داك المشكل ديال الزغبه تولي ناشفه عندنا مع الوقت. الوغ هادو ضروري نديرو ليهم لي سوان، ولكن حاولوا ما نكثروش ليهم بزاف ديال الوقت باش ما يوليش عندنا غرا، وماشي ما نديروهش كاع باش ما يوليش عندنا ناشف. كاين عندنا واحد المساله اخرى هي لو طون ديال ما بين كل شعر والمده اللي كنخليو فيها السوان في الشعر. يعني بالنسبه للشعر الجاف قد ما طولنا ليه المده قد ما مزيان يلاه يستافد من داك البرودوي اللي حاطين فيه. بالنسبه للشعر اللي كيكون غرا حتى هو كيكون خاصو واحد الوقت محدد اللي ما كنفوتوش فيه واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه على حسب السوان اللي كنديروا فيه. وكيف تنقولوا ديما نحاولوا كل زغبه نعطيوها نحاولوا نختاروا لها لي برودوي اللي كتوافق معاها. بحال كاينين الزغبات اللي كيحتاجوا دي سوان اللي كيكونوا خاصهم الزيوت، وكاينين لي سوان اللي كيكونوا محتاجين بحال شي دي برودوي اللي كتكون الزغبه ناقصه فيهم، يعني عندها لو مونك. الوغ البنات وحتى العيالات تبارك الله عليكم، الوغ شرحت لكم كيفاش خصنا، كنظن راني وصلت لكم الفكره كيفاش خصكم تعتنيوا بروسكم. الوغ ملي كنعتنيوا بالشعره ديالنا وبالذات ديالنا وبلابو ديالنا ايتو عاد كنجيو نقلبوا على اللوك. يعني خاص ديما نكونوا عندنا زغبه قويه لابو ايدغاتي ايتو عاد نشوفوا اللوك. الوغ ميرسي.